السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عندنا سمك صيادية بالرز. عايزين نعمله بطريقة حلوة كده وجميلة وتبقى ايه معقولة. عندي سمك بلطي او سمك بياض، جمبري، سبيط، رز، بصل، ثوم، صلصة، فلفل الوان، كمون، فلفل حار، بهارات سمك، كرفس، كرات، زعتر، كاري، مكعب مرق، عصير طماطم، وزبدة او زيت. ده هو السمك دايما يكون زيت. السمك دايما بيكون زيت. هنا كده زيت زيتون الاول. ونعمل الرز مع السمك. وادي هنا حبة زيت للرز. هنعمل حاجة حلوة النهاردة ان شاء الله تعجبكم. وهذا الرز بتاعي هنا. حبيبي يا نور العين، حبة ملح، وادي مكعب مرق، عايز يبقى ليه طعم حلو، عايز يبقى ليه طعم حلو. ممكن اديله شويه بصل، شويه كرفس صغيرين، كمان شويه بصل، بخلي الحاجه ليها طعم حلو. هنا ثوم، نصلي على الحبيب. طيب واحنا شغالين كده حبة ملح، حبة فلفل، شوية كركم، كمون، شوية زعتر، وادي الليمون. حبيبي يا نور العين. طيب كده بقى يا عم الحاج ايه؟ شوية المية السخنين وعلى وشك. انا مش عايزه المية بتاعته زيادة، عايزه على دند كده عشان يشرب من
هنعمل بقى كده اهو، ده الصبيط بتاعي. ونجيب الرز نحطه على الشواية كالعادة. بطجن السمك بتاعي كده يبقى ليه شخصية. الريحة طالعة هايلة وجميلة. نصلي على النبي. طماطم فريش، طماطم بوريه، كمون، كاري، زعتر. الرز شغال. فلفل رومي، فلفل حار، كرفس، كل التحبيش الحلوة دي، ورشات كزبرة خضرة. عايزها تغلي براحتها، أقلب. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. ده وادي شوية الهوت ووتر، مش كتير. ده الغطا بتاعي. اشيل بقى كل حاجة من هنا. ناخد فاصل ونرجع تاني ولا غير محطة ولا في حد. رجعنا بعد الفصل مع حضراتكم، وكده هنعمل الصيادية بتاعتنا بطريقة جديدة وبطريقة حلوة، يا رب تعجب حضراتكم. الرز بتاعي محمل شوية. يعني ايه محمل شوية يا عمي؟ يعني مش مستوي على الاخر، واخد تلات ارباع سوا عشان ما عجنش حدايا.
السنة دي. يا صلاة النبي. اهم حاجة حبة السقساء دول. ايه الحلاوة دي؟ وايه الطعامة دي؟ ده براحته ويعيش حياته زي ما هو عايز كده. انا انساه. نرجع بقى للسمك المكاريلي بتاعنا الجميل. عندنا سمك مكاريل، وطبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم ان السمك المكاريلي دايما من ضمن الاسماك الحلوه اللي بتقوي عضلات القلب. ده برضه هنحطه مع طيب كده. هنا هنعمل برضو الرز بتاعنا الاحمر. الرز بتاعنا هنعمل له بصلايه، نحمر له بصلايه كده اهو، وادي الزيت بتاعه، ونسيب ياخد حظه براحته. اهو نيجي هنا بقى حضراتكم نتبل سمك المكاريل بتاعنا. سمك المكاريل يا جماعه النهارده عاملينه بطريقه حلوه وبطريقه جديده تفتح النفس. برضه زي ما بقول لحضراتكم ان السمك المكريل دوت من ضمن السمك اللي فيه اوميجا 3 اللي هي بتقوي عضله القلب. هنعمل له صدمه الاول، بعدين نعمل له ايه الشغلانه بتاعته. هنا شويه كرفس، شويه بصل صغيرين، شوية توم، شوية فلفل، شوية توابل سمك، شوية كزبرة خضراء اهي، وادي ليمون، فلفل اسود، ملح. كل ده كده هنا حبة سكر اهم عشان البصل ياخد لون ذهبي. نيجي هنا السمك التتبيلة بتاعته اهو. كل شغلنا كده حلواني
عايز بقى اتبل السمكيه من بره من جوه اهو. طيب نقلب البصلية بتاعتي، نيجي هنا عندي زيت، هنا حبة ملح عشان ما يلجأش السمك مني، خليه يسخن قوي. نركز مع بعض شوية. الله على الجمال، الله. نصلي على النبي. يا حلاوتك يا جمالك، خليت للمخرجين ايه كده. انزل بسرعة بقى بالبصل بتاعي اهو، بالثوم، الكرفس، كمون، كزبرة، مكعب مرق، فلفل حار، كزبرة خضراء، القرفة هنا مع البصل، نصلي على الحبيب. وده جزر، الله 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 يا ولاد الله. هو ده التحبيش الحلو يا جماعة اللي بتتاكل. كمون،
شوية مية. الله الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. البصلة بدأت تحمر، هسه أذنكم أخد فاصل وأرجع لكم تاني، ولا غير محطة ولا أروح في أي حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. كده الرز بتاعي حطيناه، هنطفي عليه دلوقتي. عندك مية سمك، مية جمبري، شوربة السمك، شوربة الجمبري، مكعب مرق، كل أي حاجة شغالة ماشية. كده الهوت ووتر، بسم الله. برضو مش عايز المية بتاعته كتيرة. شوية صغار نخش بيه بقى كده على الشواية كالعادة اهو. هنا صلاة على النبي. طبعا بعد ما حطينا الجمال ده كله، شوية بطاطس بنحمرهم. عشان اعرف اغمس واكل بمزاج. طيب تعالوا بقى نعمل حركه تانية بقى كده، ايه بتاعت الطباخين زي ما بيقولوا. ومال الهوا ياما، مال الهوا مال. ماشي، اللهم صل على النبي على الريحة الحلوة. عايزه يلغلغ ويشبع في المية بتاعته. عايزه يشبع ويلغلغ في الدريسنج بتاعه كده اهو. يبقى احنا كده شغالين واحده واحده زي الفل. وادي الرز بتاعي شغال. ريحة الرز طلع الله الوكيل حلوة. ملح مظبوط، فلة فلة. ابص على الطاجن بتاعي. طب يعني هعمل ايه تاني اكتر من كده يا عم؟ هعمل ايه تاني بس معاك يا عم انت بس؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. عايز اشوف الرز بتاع استوى لسه. مش عارف اقول لك ايه بس.
مش عارف اقول لك ايه ولا عيد لك ايه. طيب عندي بقى شويه شوربه سي فود، عندي بصل مبشور ناعم، ثوم، جزر مبشور ناعم، كرفس، كرات، مستكة، كريمة لباني، تعفير الدقيق، زيت زيتون، ملح وفلفل، كمون وبهارات وشبت ملح وفلفل، عصير ليمون. طب ايه يعني لما نعرف اعمل كل الحاجات دي؟ ايه يعني؟ شايف يا باشا الجمال؟ انا عايز اشوف سمك المكريل اللي الناس بتقول لك تكاني وماني عليه ده طعمه ازاي يا عمي. وحياة المصحف الشريف انا ما بكذب، الطعم بتاعه جميل، الطعم جميل جميل، في طعم حلو. وانت بتقول لي لا ما مش عارف ايه، ما ادرك ايه مش عارف. طب انا اعمل لك ايه يعني؟ كل ما اكلمه اقول له ما بحبوش، لا ما باكلوش، لا مش عارف ايه. طب انا اكلك ولا اكل الزباين؟ هنخش على الشوربه بتاعتنا بقى. طالما هياخد كريمه لباني اشتغل بمرد الله بقى. حبه زبده، دي الزبده بتاعتي. حاجه تتاكل بما يرضي الله. طيب ادي مكعب مرق، دي تعفير الدقيق زي ما قالوا، ده البصل، الجزر، كرات، ثوم وكرفس، الشبت اهم حاجه حدايا بيخلي الطعم عندي يجنن، مستكه. طيب شوية شاي كده احنا شغالين حلو زي الفل. ده الاسماك بتاعتي اهو كده بقى، كل حاجة تخش بالصلاة على الحبيب اهو. الله الله كده، دي البطاطس بتاعتي ملح وفلفل، thank you.
خلي الكل يرق مع بعضه. نركز مع بعض شويه بقى كده بالصلاه على الحبيب. نشيل بقى كل حاجه من هنا. دي البطاطس بتاعتي، وادي التحبيش الحلوه دي. عايزين بقى الشيل امانه يا باشا. الرز بتاعي، الله 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 الله، صلى على النبي. نقلب. نخش بالميه بقى هنا. شوية شوربة حكاية. هنا بقى يا باشا الصلاة على الحبيب. كده بقى صلى على النبي وانا قلبي جامد. ده عايز الدلع دلع جامد. كده بقى يا سيدي يا اللي قلبك ده في ايدي، اخد فاص وارجع لكم تاني ولا غير المحطة والرفاهات. رجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل، وعندي حبة بابا غنوج للسمك ده. لازم شوية بابا غنوج حلوين يعيشوا معاه. هنقول عندنا فنجان مشوي. المشوي بقى بشويه هنا على النار، ما بحطوش في الفرن. في الفرن هيسود. على البوتاجاز او على هنا نشويه او على شواية عشان يبقى يطلع شكله حلو. ده الليمون بتاعي الاول عشان ما يسودش مني. عندي توم مشوي، بتنجان مشوي، زبادي وطحينه وزيت زيتون وملح وفلفل وكمون وبقدونس وخل وعصير ليمون اهو كده. هنا بقى انا مش عايز اكسره بالسكينه ولا عايز اضربه في الخلاط، بكسره بطريقه حلوه كده. ادي البتنجان مشوي اهو،
وادي مضرب عندك اهو، اسلم طريقه تضربي بيها او تكسري بيها البتنجان المشوي. عايز تاكليه كده بيبقى خشن شويه، مبقاش ايه ناعم. كده بفدت الانسجه بتاعته، بتاكد تكسيره كله تم، تم التكسير بتاعه بالمضرب او بالويسك. نعمل بقى هنا كده، دي الزبادي بتاعتي. ده التوم، كمون، مهم جدا الكمون، شويه شطه، التوم المشوي، التوم المشوي هكسره برضو احطه معاها. هنا هيتكسر معايا اكتر. زيت زيتون، خل، شويه ليمون، شويه ملح، انزل بقى عليها بشوية طحينة. خش بقى كده وانا قلبي جامد. الشوربه بتاعتي بقت فله، الله ما صل على النبي. شويه ايه يا راجل ده؟ يا عيني يا عيني، بص عم بعينك كده وارحم بقلبك. يلا ايه الحلاوه دي؟ وادي الكريمة لباني اهي. شفتوا بقى عملنا ايه يا جماعه؟ ولا كاننا عملنا حاجه. الله 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 الله، ده انا سيب في الرمل عشانك. انا مبسوط من شويه. لا والله ما شاء الله بقيت اعرف اطبخ. طيب
ده المكاريل اهو. احلى مكاريل شفته في حياتي، احلى مكاريل. هو مش بيشكر في نفسه الا ابليس، بس انا يعني بقول ان انا مقتنع بيه. بحبة السلطة لوحديهم بيقولوا كلام وبيقولوا حكايات، بس اللي يسمع يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. حبة زيت زيتون قوم بقى ايه؟ شايف حبة الشوربة يا إبراهيم؟ شايف الجمال يا عم؟ يجي مني؟ اللي مجنني بقى حبة البصل الرينج اونيون ده. بعينك يا باشا. قال له يا عينك يا جبايرك أنا مش قادر أعايرك. ده اللي مخليني ساكت. ايه وايه وضفايرك؟ الله ما تقطعش خلوتي بقى، اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير محطه ولا في حته. رجعنا بعد الفاصل وعندي حبه الرز دول. هو لو ما دخلش دلوقتي بعد الفاصل كان زمان خلصت عليهم وكلتهم. طالعين ريحتهم ايه؟ بس بقول لي ايه، حبة الرز دول عايزك تدلعهم دلع حلو قوي. انا هدلع كل الاكل دلوقتي دلع غير طبيعي، بس ايه اهدى عليا. قال لي ما انا هديت عليك مش هتعمل حاجه. يا صلاة النبي. قال لي بس خلي اقعد الحلة بقى، ممكن انت تاكله بعدين. قلت له زي بعضه. خلينا اقعد الحلة يا عم احنا كلها. تعال لي بقى، تعال لي لله لله يا حبيبي، تعال لي نتدلع بقى ونملى قولنا. ده يا باشا عين جمل. قال لي هتقشرها تاكله ولا هتكسره؟ حاضر. طعمه حلو.
برتقانه، هو ده برتقانه. ولسه انت شفت حاجه ملح هنحطه له عشان عيون. بصوا بقى يا سيدي اهو، شفت يا عم؟ شفت الدلع ده يا جمال النبي؟ بيفرق معانا قوي في الاكل بقى ده. تاخد حبه كده عن جمل كده، اوعى تاكل بقشره بس كده. اشكر مخرجنا الجميل عم ابراهيم، واشكر كل الكاست اللي معايا. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.